أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. محمد عبد الله عبد الحق المشهور محمد عبد الله، إمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف المصرية، حاصل على كلية دراسة إسلامية قسم شريعة، تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، دراسات عليا سنتين إن شاء الله تبيد الماجستير. أقوم بالليل والأسحار ساجيت، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي، بنور وجهك إني عائب وجل، ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد. بدأت حفظ القرآن الكريم وأنا في سن السابعة، خدمت القرآن الكريم وأنا كان عندي 17 سنة. الذي كان له الفضل علي في حفظ الكتاب الله سبحانه وتعالى هو الوالد عليه رحمة الله ومشايخي، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب، إن أنا أكون خادم لكتاب الله سبحانه وتعالى وأسس مدرسة القرآن الكريم للقرآن والمقامات الموسيقية. بل لي سواك، من لي سواك يرى قلبي ويسمع كل الخلائق ظل في يد الصمد. أدعوك يا رب، أدعوك يا رب، أدعوك يا رب، فاحفظ ضلتي كرما واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي.